أظن هناك جزئية نبدأ نبدأ عشان عشان ما ما نتأخر نتأخر عن عليه الدكتور، وإن وإن شاء شاء الله الله أي أي حد حدا بيقدر بيقدر يجي يجي كمان كمان بيلحقنا. بيلحقنا. أهلا أهلا وسهلا وسهلا بكل بكل حدا حدا قدر قدر يجي يجي اليوم اليوم يحضر يحضر معنا معنا أونلاين. أونلاين. أتمنى أتمنى إن إن صوتي صوتي يكون يكون واضح واضح عشان يا عندي رب. مشكلة مشكلة سماع سماع شوي. شوي. تمام، تمام. أنا أنا بدي بدي أعرفكم أعرفكم حالي. حالي. أنا أنا بدي بدي أقدم أقدم لجنة لجنة الأمنية الأمنية الخضراء الخضراء وأجهزة وأجهزة بناء بناء الأقطاب الأقطاب العملية العملية بنقابة بنقابة المهندسين المهندسين الأردنيين. الأردنيين. إحنا إحنا في في لجنة لجنة مجموعة مجموعة من من المهندسين المهندسين المختصين المختصين في في هذا هذا الموضوع، الموضوع في في مجال مجال الأمنية الأمنية الخضراء الخضراء واستدامة واستدامة من من مختلف مختلف القطاعات، القطاعات في في الأكاديمية الأكاديمية أو أو القطاع القطاع الهندسي الهندسي أو أو يعني يعني بالسوق بالسوق العملي. العملي. بنحاول بنحاول في في هذه هذه اللجنة اللجنة الهدف الهدف الأساسي الأساسي إنه إنه نعمل نعمل توعية توعية لكل لكل ما ما بخص بخص الأمنية الأمنية الخضراء، الخضراء، سواء سواء من من ضمن ضمن المنتدى المنتدى في في التعليمات التعليمات حتى حتى مرات مرات في في الممارسات. الممارسات. نحاول نحاول نشبك نشبك المهندسين المهندسين والمشرفين والمشرفين سواء سواء كانوا كانوا فتيات فتيات تخرج تخرج أو أو كانوا كانوا مهندسين مهندسين ممارسين ممارسين في في السوق السوق في في أي أي شيء شيء ممكن ممكن يفيدهم يفيدهم في في مجال مجال البناء البناء الأخضر الأخضر والاستدامة. والاستدامة. هلا اللجنة اللجنة تاعتنا تاعتنا طبعا طبعا نعمل نعمل مجموعة مجموعة من من الفعاليات الفعاليات خلال خلال السنة، السنة، تتراوح تتراوح طبعا طبعا من من ورش ورش عمل عمل من 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 مسابقات. مسابقات مرات 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 نعمل نعمل زي زي دورات دورات كورسز، كورسز، ممكن ممكن الواحد الواحد يتبع يتبع أي أي شعب شعب كثير كثير من من لا لا اللجنة اللجنة من من خلال خلال صفحة صفحة شعبة شعبة الهندسة الهندسة العملية العملية لنقابة لنقابة المهندسين. المهندسين. اليوم اليوم احنا احنا صراحة صراحة عم عم نستفيد نستفيد طبعا طبعا بعد بعد اقتداء اقتداء امتحان امتحان عام عام وتخرج، وتخرج، صار صار الواحد الواحد يقدر يقدر انه انه يوصل يوصل لناس لناس وخبرات، وخبرات يعني يعني احكي احكي خارج خارج البلد، البلد، ونقدر ونقدر من من خلال خلال المنصات المنصات الاونلاين الاونلاين نقدر نقدر نستفيد نستفيد من من خبرات خبرات خارج خارج البلد، البلد، حتى حتى نقدر نقدر نتعلم نتعلم اكثر اكثر ونشبك ونشبك اكثر اكثر بين بين كل كل في في اكثر اكثر من من بلد. بلد. اليوم اليوم عندنا عندنا شكر شكر خاص خاص للمهندس للمهندس عمر عمر سليم سليم قدر قدر يشاركنا يشاركنا اليوم اليوم من من قطر قطر عشان عشان يفيدنا يفيدنا في في خبرته خبرته في في مجال مجال البم. البم. هلا هلا حديث حديث الواحد الواحد في في مجال مجال الأمنية الأمنية الخضراء الخضراء في في النهاية النهاية الأشياء الأشياء بتضلكم بتضلكم عم عم تتقدم تتقدم لازم لازم الواحد الواحد يشوف يشوف ايش ايش في في تولز تولز وأساليب وأساليب ممكن ممكن تساعد تساعد وتدعم وتدعم الوصول الوصول مثلا مثلا احكي احكي وتصل وتصل بطريقة بطريقة أسرع. أسرع. مهندس مهندس عمر عمر سليم سليم عنده عنده خبرة خبرة واسعة واسعة في في مجال مجال البم. البم. مهندس مهندس عمر عمر هو هو مدير مدير لمشاريع لمشاريع نموذجة نموذجة معلومات معلومات بناء، بناء، عنده عنده خبرة خبرة أكثر أكثر من من 15 15 سنة. سنة. هو هو مدير مدير التدريب التدريب ومبادرة ومبادرة المهندسون المهندسون من من أجل أجل مصر مصر المستدامة، المستدامة، هو هو مساعد مساعد باحث باحث في في جامعة جامعة قطر، قطر، وهو وهو كمان كمان محرر محرر لقاموس لقاموس البم البم من من النسخة النسخة العربية العربية بالإيديا، بالإيديا، مؤسس مؤسس مجلة مجلة بم بم ديكشنري، ديكشنري، قام قام بالاشتراك بالاشتراك في في تجهيز تجهيز الأنظمة الأنظمة والعديد والعديد من من المشاريع المشاريع الكبيرة الكبيرة مع مع سعودي سعودي ديور، ديور، يو يو سي 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 قطر، قطر، إيهاب إيهاب قطر، قطر، شركات شركات نتيجة نتيجة لإيجا. لإيجا. قام قام كمان كمان بالعمل بالعمل في في جزئية جزئية الدعم الدعم في في مجال مجال نموذج نموذج معلومات معلومات بناء بناء ومجال ومجال التنسيق التنسيق ومجال ومجال تطوير تطوير المحتوى المحتوى للعديد للعديد من من الفرق الفرق العاملة العاملة بتدرج بتدرج البم. البم. مهندس مهندس عمر عمر يؤمن يؤمن بأهمية بأهمية البم البم وأهمية وأهمية استخدامه استخدامه بديلا بديلا عن عن الطرق الطرق التقليدية التقليدية المعتادة، المعتادة، أنه أنه ليس ليس مجرد مجرد أداء أداء استعراضية استعراضية ثلاثية ثلاثية أبعاد. أبعاد. قام قام بالعمل بالعمل مع مع العديد العديد من من المستشارين المستشارين والمستشارين والمستشارين في في الهندسة الهندسة العملية العملية والإنشائية والإنشائية بهدف بهدف تطوير تطوير معايير معايير تنسيق تنسيق للمشاريع للمشاريع لتقليل لتقليل نسب نسب الخطأ الخطأ ومشاكل ومشاكل القطاعات. القطاعات. مهندس مهندس عمر عمر هو هو متخصص متخصص في في إدارة إدارة البم البم وكذلك وكذلك نموذج 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 ثلاثية ثلاثية الأبعاد. الأبعاد. أيضا أيضا التدريب التدريب والعمل والعمل على على مشاريع مشاريع البم البم مع مع فرق فرق المتخصصات المتخصصات المختلفة المختلفة وشارك وشارك في في العديد العديد من من الأبحاث الأبحاث العلمية. العلمية. شكرا شكرا كثير كثير لحضورك لحضورك مشاركتك مشاركتك معنا معنا اليوم اليوم مهندس مهندس عمر. عمر. أنا أنا هلا هلا رح رح أسلمك أسلمك المايك، المايك، بس بس بدي بدي أحكي أحكي للدكتور للدكتور إذا إذا عندكم عندكم أي أي أسئلة أسئلة أو أو استفسارات استفسارات إحنا إحنا رح رح نفتح نفتح المجال المجال في في نهاية نهاية المحاضرة المحاضرة عشان عشان يكون يكون كله كله متسلسل. متسلسل. إذا إذا عندكم عندكم أي أي شيء شيء فيكم فيكم تسألوه تسألوه كمان كمان تقدر تقدر تكتبوه تكتبوه في في الشات الشات بوكس بوكس في في أي أي يعني يعني كومنت كومنت صحيحة صحيحة حابين حابين تشاركونا تشاركونا فيها. فيها. كمان كمان بقدر بقدر أرجع أرجع أنا أنا بهن بهنتأكد أتأكد أتأكد إنه إنه كل كل المايكس المايكس تكون تكون على على ميوت ميوت عشان عشان ما ما نعمل نعمل أي أي يعني يعني صوت صوت في في المحاضرة. المحاضرة. وبحب وبحب أشكر أشكر بداية بداية كل كل أعضاء أعضاء اللجنة اللجنة اللي اللي ساهموا ساهموا في في هذه هذه الفعالية. الفعالية. شكر شكر خاص خاص للمهندس للمهندس هاني هاني الحمودي الحمودي عمل عمل كل كل هاي هاي هذا هذا التواصل، التواصل، والمهندس والمهندس سواح سواح قطع قطع معانا معانا طبعا طبعا للتنسيق للتنسيق ولكل ولكل الأعضاء الأعضاء اللي اللي حاضرين حاضرين للجنة. للجنة. مهندس مهندس عمر عمر الشاشة الشاشة عندنا عندنا مبينة مبينة فإذا فإذا بتقدر بتقدر إنك إنك شكرا شكرا باشمهندس مهندس هيبة. هيبة. نبدأ. تمام، شكرا باشمهندس هيبة، وشكرا لنقابة المهندسين الأردنيين. يعني الحقيقة الواحد متابع الجهود الجميلة اللي بتعملوها في مجال الاستدامة ومجال البيم، ما شاء الله حاجة يعني تشرف. ويعني صراحة أنا محرج في وجودي في المحاضرة ديت، لأن يعني ما شاء الله أنا شايف أسامي يعني ناس أساتذتي كبار جدا موجودين معانا هنا في الميتنج، زائد طبعا لجنة البناء الأخضر المعمارية تحتوي على ناس أفاضل أقوياء جدا، فما مثلي ومثلكم الا كبائع الماء على اهل مكه، وهم عندهم ميه زمزم
او كبائع التمر على اهل المدينه، وان شاء الله عندهم افضل حاجه، وان شاء الله ان ربنا يدينا الامكانيه ان احنا نقول ولو معلومه واحده بسيطه ان شاء الله. ان شاء الله هنبدا مع بعض بتعريف المصطلحات زي فكره الاستدامه. فكره الاستدامه ببساطه يعني ليها تعريفات كتيره، لكن ابسط حاجه ممكن نتكلم فيها ان احنا نغطي احتياجات الجيل الحالي من غير ما نيجي على احتياجات الجيل القادم. بمعنى انا عايز ابني مبنى، مش هبنى على البنى، لكن ابني بالحاجات اللي انا محتاجها. يعني انا محتاج مثلا 20 شجره، ما اعملش اخطاء فاخد 30 شجره، العشر اشجار دول مش ملكي، ده ملك الجيل القادم. لو انا مثلا محتاج ميه، تمام، فمش هنمنع الميه ولا هنقول مش هنستحمى ولا هنشرب، لا خد اللي يكفيك وما تهدرش في الميه. هي دي فكره الاستدامه، ففيها بعد بيئي، فيها بعد اقتصادي، فيها بعد خاص بالبناء السليم. فهي دي فكره ان احنا عايزين نعمل استدامه. قطاع البناء او التشييد هو بيساهم كتير جدا في مشكله غاز الاحتباس الحراري، وده عامل لنا مشاكل كتيره جدا، فلو قدرنا ان احنا نتحكم فيها اثناء البناء او اثناء تشغيل المبنى، ده هيخلي الكوكب كله افضل، لان احنا بنعاني من فكره الاحتباس الحراري، وده عامل لنا مشاكل كتيره جدا. يعني تخيل البناء خلى في احتباس حراري، فده خلى الجبال الجليديه تذوب، فالميه تزيد، ففي مدن غرقت زي ما شوفنا مثلا مدينه في ليبيا. الانبعاثات اللي موجوده من ثاني اكسيد الكربون في حدود 84 جيجا طن، فدي حاجه رهيبه جدا. يعني لو احنا حطينا قوانين على المصانع على اساس نقلل غاز ثاني اكسيد الكربون او نقلل الاحتباس الحراري، فكميه كبيره موجوده في مجال المباني اللي احنا شغالين فيها، اللي احنا نقدر ان احنا نتحكم فيها بان احنا نختار افضل حاجه بالنسبه لنا. الطاقه المستهلكه في الابنيه، يعني المباني بتستهلك اكتر بكتير من بقيه المنشات، ودي عامله لنا مشاكل كتيره جدا، كميه الطاقه المستهلكه في المباني، ولذلك استهلاك الطاقه اكتر في المدن الصناعيه او المدن المتقدمه، وده بيعمل لنا مشاكل في الحراره. لذلك لما بدانا نعتمد على الشهادات زي شهاده الليد او الجرين ستارت اللي هي ستار في استراليا، ده فرق كتير جدا، بدات المدن دي تحس بفرق كبير جدا. لما قالوا ان يا اخوانا لازم تاخد شهاده معينه عشان تقدر تاخد المشروع دوت، ده قدر ياثر بان احنا قللنا الاحتباس الحراري في الابنيه دي بمقدار 62%، استهلاك الميه قل بمقدار 51%، وهكذا. فلو احنا قدرنا جميع الاقسام، معماري وانشائي وميكانيكا وكهرباء، كل الاقسام لازم كل واحد يشوف في المجال بتاعه ازاي اقدر اقلل الاذى اللي بيحصل للانسان. يعني المهندس حسن فتحي الله يرحمه كان بيقول ان ربنا مش هيحاسبني لو انا زودت درجه حراره المبنى 17 درجه لان انا حبيت اعمل حاجه شكلها حلو، لان انا مجرد بس ايه في موضه ان انا اخلي الواجهات زجاج، فانا هعمل واجهه المباني زجاج، فده هيؤدي ان درجه الحراره هتزيد، وعشان نقدر الناس تقعد فيها فانا محتاج ان انا اركب اجهزه تكييف كبيره، فعملنا استهلاك الحراره وعملنا مشاكل كتيره جدا. عملنا مشاكل ان درجه حراره المدن نفسها بدات تزيد نتيجه الزجاج ونتيجه المواد المستخدمه وكل المشاكل دي. فدي كل واحد فينا لازم يشوف في المجال بتاعه ازاي انا اصمم الانسان، انا مش بصمم عشان يبقى الحاجه شكلها حلوه. الابراج فيها مشاكل، يعني البرج الادوار اللي فوق ما اقدرش اعمل فيها شبابيك تتفتح على اساس الهواء والحاجات دي كلها، فلازم كل الواجهه زجاج. كنت انا شغال في احد الشركات، احنا مش احنا اللي مصممينه، احنا مأجرينه، فالواجهه كلها زجاج، فمفيش هواء داخل وخارج، مفيش، كله الاعتماد على التكييف. فده عمل مشكلة رهيبة جدا، ان جبنا اجهزة وقعدنا نقيس فلقينا في تلوث حصل بسبب ان مفيش فتحات، واحنا مش هنقدر نفتح شبابيك في قلب المبنى وهو مصمم كده، فاضطرينا ان احنا نشوف حلول كتيرة. كان من ضمنها وده الحل اللي احنا استخدمناه ان احنا نحط نباتات في قلب المكان بحيث ان هو يجدد الهواء، لان كان الهواء مكتوم بشكل شديد جدا. فاحنا لو احنا قدرنا نعمل الشغل بتاعنا مظبوط، وقدرنا نعمل مباني صديقه للبيئه، سواء باختيار الماتيريال اللي احنا عايزينها، سواء ان احنا نشوف افضل تصميم ممكن، ان احنا نقلل الهدر. يعني لو احنا قدرنا نستخدم البيم ده في ان انا
اقلل الهدر واستخدم بس اللي انا محتاجه، كده انا حققت كل اللي انا عايزه. فمشاكل كتيرة موجودة في سوق الكونستراكشن احنا بنحاول نحلها من خلال ان احنا بنعتمد على المباني الخضراء. فالمباني الخضراء او الاستدامة فيها فوائد من ناحية البيئة، ان انا بحسن الايكو سيستم او بحسن النظام البيئي اللي موجود، بحسن الهواء الداخلي اللي موجود في قلب المكتب. وده اللي حصل يعني، مهندسة هبة كانت بتتكلم على أزمة كورونا. أزمة كورونا نبهتنا لحاجات كتيرة قوي، إن المباني ما صممتش للإنسان، إن أنا لو قعدت في المبنى فترة طويلة وقافل على نفسي ده ممكن يسبب أمراض. إحنا تقريبا 90% من الوقت بتاعنا بنقضيه في المباني، فلو المباني مصممة غلط هتجيلنا أمراض كتيرة جدا. تمام، في امراض بسبب المباني المريضه، في مصطلح كده اسمه المباني المريضه، لان المبنى اتصمم غلط فالناس اللي تسكن جواها تجي لها امراض كتيره جدا، وبالذات مثلا لو هو عنده مشكله في التنفس فده بيأثر فيه بشكل سيء جدا. من ناحيه اقتصاديه احنا بنوفر زي ما هنشوف مع بعض التكلفه بتاعه المبنى. تمام، بنقدر ان احنا نوفر فيها. فالمبنى مثلا بدل ما هو بيستهلك مثلا 1000 دولار مثلا، لا ممكن يكلف مثلا 100 او كده، فنقدر ان احنا نتحكم في التكلفه دي. في برضه من الناحيه الصحيه، برضه ان احنا بنقدر ان احنا نحسن او ما نسببش امراض على الاقل للساكن بتاع المبنى. فاحنا عندنا بنتحكم في الطاقه، نقلل الطاقه، يعني لو نقدر احنا طول النهار نستخدم الطاقه الطبيعيه فده هيكون افضل بكتير. الميه نقدر ببعض الوسائل نقلل الهدر بتاع الميه. الماتيريال اللي هنشوف افضل ماتيريال وما نعملش هدر في الماتيريال. طيب فنيجي على مصطلح البيم او البيلدنج انفورميشن مانجمنت. يعني في ناس بتقول ممكن موديلنج، لا الافضل مانجمنت ان انا ادير معلومات البناء. انا مش مجرد عايز اعمل نمذجه، لا ده انا عايز ادير معلومات البناء، ان انا اقدر اقلل الهدر، ان انا اقدر اسيطر على المشروع، ان انا اقدر اخد قرار بشكل سليم. لذلك في مثلا كذا نوع من انواع الاداره، يعني حتى في البي ام بي بيقول لك في الاصدار السابع جزء خاص بالسبلاي تشين لازم تعتمد على البيم. اللين مانجمنت، ودي من اساليب الاداره المستخدمه حديثا، كانت موجوده في مجال الصناعه في تويوتا، لكن هو حاليا موجود في مجال الكونستراكشن برضو. بيقول لك اساسي تعتمد على البيم لان في كذا مبدا من المبادئ موجود فيه. طيب ايه البيم هيفيدني في ايه؟ يعني البيم ده هيفيدني في ايه؟ طيب هيساعدني في ان انا اخد قرار. يعني انا دلوقتي لسه بصمم المبنى فمش عارف اعمله على اي شكل، هل اعمله على شكل حرف سي، هل اعمله على الحرف دي، هل اعمله فناء. فممكن اعمل كذا بروبوزال وابدا كذا اقتراح وابدا اشوف افضل واحد فيهم. مهندس عمر. ايوه فندم. احنا فصل عندنا الشاشه مهندس عمر، مش عارف اذا سامعنا. انا سامع حضرتك. ولا هو مفصلش عندي. طب خلينا نعمل شير تاني. طيب حاضر. هو منع ان انا اعمل شير دلوقتي. في حد من الادارة خلى بس يعني في حد من الادارة منع ان انا اعمل شير؟ الو الو بس عمر. ايوه انا سامع حضرتك بس عمر. ايوه تمام تمام. ما بعرف ايش اللي صار. طيب ان شاء الله هنكمل. بنتكلم على فوائد البيم لما هستخدمه في مجال الاستدامه. يعني البيم ليه فوائد كتير قوي، لكن احنا هنركز على فكره الاستدامه. اول حاجه هيساعدني على ان انا اخد قرار. يعني انا مش عارف اخد الشكل اني شكل او اني طريقه، فهو بيبدا يديني يقول لي معدل اداء مثلا هنا يبقى اكتر وافضل. بيلدنج بيرفورمانس بيديني اداء المبنى هيبقى افضل ولا لا. ريتنج كومبلاينس، يعني احنا عندنا كذا نظام اقيس المبنى ده مقداره قد ايه في الاستدامه، فهو بيساعدني ان انا اقدر اخد القرار او ان انا اشوف هل فعلا اداء المبنى دوت هقدر اخد عليه اعتماد ولا لا. اقدر ان انا اعمل تحليل للمبنى، اقدر ان انا اربط كل حاجه مع بعض. يعني الكوردينيشن دي حاجه مهمه قوي، ان المعماري والانشاء والام بي يكون في بينهم كوردينيشن. لا افاجئ اثناء الانشاء ان في
مشاكل بين الاستراكشر والام اي بي، لا هو يبدا ان هو يحل لي المشاكل ديت عشان ما يحصلش هدر. يعني ما يحصلش ان انا بعد ما عملت كاميرا او عمود او حائط خرساني فوجئت ان انا محتاج اكسر، وده بيحصل كتير جدا في الطرق التقليديه، او ان انا مثلا عملت صاج من المصنع لكن فوجئت ان التركيب غلط فمضطر ان انا اشتغل في الموقع. ففكره البيم ان هو بيحل لي المشاكل ديت. فالبيم بيبدا معايا من اول يوم اللي هو الايه، لما يكون بس فكره لسه بنفكر مع بعض، وبعد كده نبدا ناخد نعمل فكره بسيطه نطورها في مجال الديزاين وفي مجال التندر وفي مجال البري كونستراكشن. في كل الخطوات دي البيم شغال معايا، حتى لما بعمل كونستراكشن وخلص الشغل فبيجي معايا فكره الاوبريشن ان انا اقدر اشغل المبنى وادير المبنى واقدر اتحكم فيه، حتى لو انا قررت ان انا اهد المبنى فبيبدا ان هو يديني ايه الاماكن اللي انا ممكن اتعامل معاها بحيث ان المبنى يسقط بشكل راسي مش بشكل افقي يضر المباني اللي حواليه. طيب الفكره بتاعتها في ايه؟ هنقدر نقول إيه اللي هو البيلدينج بيرفورمانس اناليسيس، ان انا بدي له المعلومات اللي عندي وهو يبدا يعمل اناليسيس ويبدا يجيب لي التحليل لللايتنج والسان شادو والاناره وللشمس والظلال وحركه الهواء وكل الحاجات ديت. قبل فكره البيم كانت الحاجات دي موجوده، اه موجوده، لكن بتحتاج ان انت تعمل موديلنج فيها كل برنامج لوحده. يعني كان مثلا انا رسمت رسمه فمحتاج بعد ما ارسم الرسمه دي اروح لبرنامج اكس مثلا وليكن مثلا ايكوتكت وارسم كل حاجه من اول وجديد، ولو رحت عايز مثلا اعمل اناليسيس ستراكشر لازم اعيد انشاء المبنى، ولو حصل اي تعديل لازم اعمله في كل المباني. فالبيم بيخليني اعمل موديل مره واحده في البرنامج وابدا ابعته لكل الحاجات الخاصه بالانرجي اناليسيس موديل والحاجات الخاصه بالبيلدنج بيرفورمانس اناليسيس. فده بيوفر معايا وقت كتير قوي، بحيث بدل ما انا اقعد شهور لا انا ممكن خلال يعني اسبوع اقدر ان انا اشوف كذا كذا اقتراح وابدا ان انا احل فيه. على سبيل المثال مثلا ده بيم موديل، فعملت ماسنج او عملت كتله وبدات اشوف لو عملت الفتحات بالشكل دوت افضل ولا عملتها من ناحيه تانية الهواء يدخل ازاي، وابدا اخد الموديل ده واعمل له اكتر من نوع من انواع الاناليسيس. طب لو غيرت الماتيريال النتيجه هتبقى عامله ازاي؟ لو غيرت مثلا خشب ولا ازاز او خرسانه اني افضل؟ فكل الحاجات دي ما بتاخدش وقت في مجال البيم، وهي بتعمل مره واحده وتقدر تشتغل على كل البرامج التانية. دلوقتي بقى في قدره على تبادل المعلومات بين كل برامج البيم وكل برامج الاستدامه. يعني لو انا عندي معلومه اقدر ان انا ادخلها في كل برامج الاستدامه مره واحده وكل برامج الاستراكشر وكل برامج التكييف والكهرباء وهكذا. فدي قوه فكره البيم. والبيم مش خاص بالمباني بس، لا خاص حتى المدن. ممكن اعمل موديل للمدينه كلها واقدر ان انا اعمل تحليل حراري، تحليل اناره، تحليل كل المباني اللي حواليها وهكذا. فالبيم هيساعدني كتير جدا في موضوع الاستدامه. البيم مش ريفت، البيم ممكن تعمله بالريفت او الاركيكاد او تكلا، او يعني في برامج كتيره جدا حسب ما انت عايز، وكل واحد فيهم مرتبط ببرامج البيم ببرامج الاستدامه. يعني ممكن تعمل شغل على الاركيكاد وتصدره الريفت او تصدره لاي برنامج برامج الاستدامه اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي. طيب هو بيحتاج مني ايه عشان ادخله؟ بيحتاج مني ان انا اعمل نموذج المبنى، الشكل، الحوايط، الابواب، ادي له الماتيريال اللي انا هستخدمها، نوع التكييف اللي انا هستخدمه، اللايتنج سيستم وهكذا، المكان ده موجود فين، وبعد كده يقدر يطلع لي الكربون. ودي من الحاجات الاساسيه لان المباني ليها تاثير في الكربون. ففي في بريطانيا مثلا مش مسموح ان انت تسلم مبنى عشان تاخد كهرباء والميه غير لما تسلم الدراسه بتاعت الكربون. هيديني الهيتنج اند كولنج لود، الاحمال التبريد التكييف، هيديني التهويه الطبيعيه انا واحده فيهم افضل، السولار اناليسيس، الدي لايتنج، كل الحاجات دي هيبدا ان هو يديها لي بمجرد ان انا اديله الشكل بتاع المبنى. فانا بديله بس ايه؟ اتجاه المبنى. ممكن اتجاه المبنى ده لو لسه في التصميم ابدا ان انا اجرب ان انا اغير الزاويه بتاعت المبنى، الفه وابدا اشوف هياثر اني واحد اني زاويه اللي ممكن تديني افضل اداء. ابدا اديله التهويه الطبيعيه واتجاه المباني اللي حواليا وهكذا، بحيث ان هو في الاخر يبدا يديني كل الحاجات الخاصه بتحليل الاناره وتحليل الشمس والحاجات دي كلها. بديله طبعا ملف اسمه وزر داتا حسب المكان اللي فيه المشروع، وهو بيبدا بقى
ياخد المعلومه ديت ويبدا ان هو يديني بقى كل اللي انا عايزه، يديني مثلا سان لايت اناليسيس، يديني تحليل للصوت، هل المباني ديت هتتضرر بالاصوات اللي حواليها ولا لا، التصميم كويس وبيبقى فيه دوشه الناس اللي موجوده، تحليل للرياح، بحيث ان احنا نقدر نعمل باسيف ديزاين. باسيف ديزاين ده اللي هو ان المبنى مش محتاج طاقه من بره، بمعنى ان انا عندي مثلا الاردن من افضل الدول العربيه في موضوع الطاقه الشمسيه، الطاقه الشمسيه دي تكفي المبنى تمام. فاقدر انا عملت التصميم وفوجئت مثلا بعد ما خلصت ونفذت والمبنى اتعمل ان لا، الخلايا دي مش محطوطه بشكل كويس، ان انا كنت ممكن لو انا حطيتها راسي يعني على وجهه من الوجهات كان افضل بكتير من لو حطيتها فوق المبنى، فانا خلاص صرفت الفلوس. انما لو انا قدرت اعمل اناليسيس قبل ما انفذ، هلاقي ان الاداء احسن لو انا حطيته في المكان الفلاني، او الاداء احسن لو انا اخترت نوع معين. فده اللي بيساعدني فيه ان كأننا صممت المبنى حقيقي وطلب مني اصمم مبنى تاني، بس التصميم الاولاني اللي هو فرش ورا الكمبيوتر ما بيكلفنيش حاجه خالص. تمام. طيب ممكن تتاكدوا انه الكل حاطط ميوت للسبيكر اذا ممكن. ما شاء الله. طيب يعني انا بعمل الموديل وبعد كده ببدا ان انا اخد كل الاناليسز اللي انا عايزها، فاقدر ان انا اشوف افضل حاجه. لكن عايزين ناخد بالنا من نقطه ونخلي بالنا منها، لان كتير جدا بيقع فيه، اللي هو ان البرامج نفسها مش هي المهمه، المهم الفكر بتاعي. يعني انا ما الاوتوكاد، الاوتوكاد بقى هتلاقي اوتوكاد اركتكتشر واوتوكاد استراكشر واوتوكاد ام بي، لكن انا لما اتكلمت مع المسؤول عن اوتوديسك في الشرق الاوسط قال لي دي برامج كنا عملناها قبل ما نشتري الريفت، فابعدوا عنها خلاص، الريفت احنا مركزين عليه. في برنامج اسمه بلندر، برنامج بلندر ده عامل زي 3 دي ماكس، بدا يبقى فيه بلندر بيم، اداه مجانيه تقدر انت تستخدمها جوه البلندر وتقدر تعملي شغل كويس تمام، لكن برضو مش بنفس قوه برنامج زي الاركيكاد او برنامج الريفت. الافضل ان اروحهم، لو انا متعود على سكتش اب وقوي في السكتش اب ومش بحب الريفت، هبدا اسطب الاداه اللي اسمها بيم سكتش اب جوه السكتش اب، وابدا اركز ان انا اعمل الموديلنج بتاعتها. وفي برامج كتيره من الاستدامه بتاخد الحاجات من السكتش اب، يعني في كذا برنامج متقبل فكره السكتش اب وبيشتغل مع السكتش اب، والسكتش اب بتقدر تصدر له الملفات زي مثلا سفاري، في برامج كتيره بتاخد الاستدامه من السكتش اب. لكن لما بشتغل مع البرامج المتخصصه بيبقى في امكانيه ان انا اضيف الماتيريال بشكل اقوى، طبقات الماتيريال، يعني بدل ما اقول له ان الفلور دي مثلا خرسانه، لا اقول له ان فيها 12 مللي خرسانه 12 مللي كذا، ابدا ان انا احط كل الماتيريال اللي انا عايزها على هاي الطبقات، فبتكون اقوى. زي مثلا ايه، ان انا عندي الباوربوينت اقدر اعمل بيه برزنتيشن، واقدر ان انا اعمل بيه جدول اكسل، واقدر ان انا اعمل بيه وورد وكذا، بس الافضل ان انا لو اعمل برزنتيشن اروح الباوربوينت، لو انا عايز اعمل جداول اروح الاكسل وهكذا، هي نفس الفكره. لا اروح لبرامج البيم اعمل الموديل وابدا اصدره للبرامج الثانيه، هتكون فيها انفورميشن اكتر ويقدر يعمل تحليل بشكل ادق ان شاء الله. شكرا مهندس. تحت امرك. نقدر ناخذ كمان سؤال؟ في علاء او الاء؟ علاء. انا الاء. الاء. علاء. اوكي سوري. اسفه. لا بسيط. يهمك. شكرا جدا يا باشمهندس عمر، بس عندي سؤال، ايه الفرق ما بين الاركي فيجن والبي اي ام الريفت سوري؟ هل مثلا بلاد معينه بتستخدم الاركي كاد، ولا كله يعني كله زي بعضه؟ يعني انا سمعت ان اركي كاد ايوه في اوروبا او كده، وبي ام في الوطن العربي، هل ده مظبوط ولا لا؟ هو مظبوط لحد ما، بس خلينا نحلل سبب الموضوع ده. سبب الموضوع دوت قوه التسويق اللي موجوده عند اوتوديسك، يعني اوتوديسك عنده استعداد يسوق اي برنامج حتى لو ضعيف ويقنع الناس كلها بيه بافكار كتير جدا. يعني حبايبي كتير في اوتوديسك، فمتابع خطوه خطوه اللي هو بيتعمل، يعني عنده ماركتنج. ماركتنج بس، يعني تركيز على الماركتنج. على فكره اوتوديسك ما عملتش ولا برنامج، هي بتشتري برامج، اشترت الاوتوكاد، اشترت الريفت، اشترت النفس ورك، اشترت 3 دي ماكس،
شرط المايه. النفس كل البرامج دي هي بتشتريها بتعرف تعمل ماركتنج بشكل جبار يعني، تحيه ليهم. الاركيكات قوي، لكن يعني قعدت مع مسؤول اوتوديسك وقعدت مع مسؤول اركيكات. الاركيكات ما عندوش استعداد يصرف على الماركتنج ويستنى فتره لحد ما يجيله العائد، انما اوتوديسك لا، ده عنده استعداد يعمل كل حاجه في التسويق، ميزانيه مفتوحه، الحاجات دي كلها. فلذلك في ناس كتيرة فاكرة البيم هو الريفت، لا، هو انا لو قدرت ان انا اشتغل باي حاجة واعمل نفس المواصفات اللي احنا بنقول عليها هيبقى بيم. انما لو انا اشتغلت ريفت بس انا بدخل المعلومات غلط، يعني بدل ما ارسم عمود برسم حيطة او برسم جينريك موديل، ده مش هيبقى بيم في الاخر، مش هقدر احل الكليشيه. البيم ان انا لما اعمل سيلكت على اي عنصر يقول لي ده حيطة، ده باب، ده اليو فاليو بتاعتها كذا. فممكن انا شفت مشاريع كتيرة بتيجي بيكون الراجل عامل جينريك موديل جينريك موديل، فلو انا قلت له حل الكلاشات مش هيعرف، لو قلت له اعمل الحصر مش هيعرف، لو قلت له اعمل استدامه مش هيعرف. فالفرق بين الاثنين، الاثنين برامج قويه والاثنين بيحققوا البيم، لكن يعني ريفت زي ما حضرتك قلتي منتشر اكتر في الدول العربيه ما عدا سوريا. يعني في دول بتفضل الاركيكات، في دول بتدور على بدائل ما تكونش امريكيه وهكذا. في اوروبا في كل دوله ساعات بيبقى في برنامج خاص بيهم، يعني ألمانيا عندها بعض البرامج الخاصة بيها وبتخليها بالألماني. نعم، غير الأركاد والريفت. في برامج يعني شفت أنا كذا برنامج ألماني، أعرف أصدقائي في ألمانيا ليهم برامج خاصة بيهم. في ناس بتستخدم الريفت وناس بتستخدم الأركاد في ألمانيا وفي أوروبا، لكن في دول لها برامج خاصة بيهم. يعني قبل كده لقيت برنامج اسمه ماجيك كاد، فكلمت الشركة، كانت في شركة فنلندية، كلام ده 2009، قلت لهم انا شفت البرنامج، قالوا لي انت شفت ازاي، ده احنا يعني ما بنعملش تسويق غير في الدول اللي فنلندا والنرويج والحاجات ديت، مش عاملين حسابهم ان هم يخشوا الدول العربيه. فقلت لهم لا، انا شرحته في كتاب وعملت بيه مشروع مستشفى السلام. ف الفكره كلها ان البيم مش الريفت ولا البيم هو الاركيكاد، في برامج تانية كتير. اي برنامج هيحقق المواصفات خلاص، ده برنامج من برامج اللي انا ممكن اشتغل بيها واعمل له الحاجات دي، لان اصبح دلوقتي بقدر اصدر اي حاجه من البرنامج لبرنامج تاني من خلال حاجه اسمها اف سي. يعني انا ممكن اشغل اركيكاد وادي لزميلي يكمل شغل من خلال الريفت مثلا. تمام، ميرسي جدا يا باشمهندس. نقدر ناخد كمان سؤال؟ مهندس هاني معانا. يعطيك العافية مهندس هاني، شكرا. الله يكرمك، وشاكر جزيلا انك يعني وافقت على انك تعطينا جزء من وقتك. يعني شكرا حضرتك. الله يخليك باشمهندس. قد يكون سؤالي يعني يمكن عشان انا اعمل يعني في جهه حكوميه في امانه عمان، ف يعني هل عندك نظره انه كيف ممكن انه الجهات الحكوميه المسؤوله عن الترخيص عن الرقابه كيف ممكن انها تتبنى هاي المنظومه، او من وين بدها تبدا لو انها بدها يعني فعلا تتبناها بشكل كامل هاي المنظومه كجهات حكوميه؟ يعني هل عندك مثلا اطلاع على تجربة قطر ممكن كيف الحكومة تبنت الأمور هاي يعني منظومة البيم؟ تمام. طيب بص ده الفضل، أنا كنت مساعد باحث في جامعة قطر، كان من ضمن المشاريع المطلوب مننا هل نتبنى البيم ولا لا في قطر، ولو هنتبنى ازاي. وبرضو ساعدت في بعض الأماكن الحكومية في السعودية وفي الإمارات ازاي ان احنا نبدا نتبنى البيم. فهي الفكره كلها يعني ممكن الدوله او الجهه الحكوميه تقول يا اخوانا اللي عايز يعمل المشروع لازم يعمله بيم، لازم يسلمه للامانه بصيغه بيم، بس ما يقولش ريفت ولا يقول اركيكات، يسيب البرنامج اللي هو عايزه، المهم يدولي اي اف سي اقدر ان انا افحصه. لا يعني احط شرط ان اللي هياخد المشروع دوت، وده اللي عملناه في كاس العالم، ان اي استاد لازم يكون بيم، ما ينفعش تتسلم استاد حتى لو صح على هيئه اوتوكاد، وده حتى السعوديه دلوقتي بقت ايه اجباري في المشروع بتاعتها. فالجهه الحكوميه بتشترط وتبدا تحط ستاندرد معين، ممكن تاخد الستاندرد ده من الايزو 19650 ايزو 19650
حتى قطر كده واغلب الدول كده، بدل ما تعمل كود مستقل لا بتاخد الكود دوت وتقول لك احنا هنبدا ان احنا نعتمد عليه، وواحده واحده بيبدا ان هو يطور او يحط حاجات خاصه بيه حسب الحاجه اللي هو عايزها. وده بيبقى مثلا ايه، بتدي انذار مثلا والله احنا المشاريع خلال السنه الجايه هتبقى بيم، فابداوا ان انتوا دربوا الناس، لان فكره ان يصدر قرار مره واحده ممكن يعمل قلق في السوق، ممكن شركه تضطر انها تمشي ناس او لا. خدوا وقتكم، معاكم 6 شهور مثلا تبداوا ان انتوا تدربوا الناس. والفكره مش ان انا اعمل بيم، الفكره ان انا اعمل حاجه صديقه للبيئه، اسلم الحاجه في المواعيد بتاعتها. يعني المزايا بتاعت البيم هي اللي انا عايزها مش البيم. يعني كان عندنا اجتماع في جامعه قطر، كنت انا ضيف في الاجتماع دوت، فعملين يعني البيم حل. قلت لهم يا اخوان مش هيفرق مع الشخص اللي قاعد في المكان، المكان ده اتعمل بيم ولا ما اتعملش بيم، الفكره في الفوائد اللي اتعملت، هل اتكلف كتير ولا لا، هل انا قاعد في الاجتماع يعني حاسس براحه نفسيه وعندي سعاده اكمل ولا مخنوق وعايز ان الاجتماع يخلص ويخرج. ففوائد البيم هي الاساس او هو ده الهدف اللي انا عايزه، والبيم هو وسيله مهمه بتاكد لي ان انا هسلم حاجه في المواعيد، مش كل شويه تحصل لي مشاكل افاجئ بكلاشات وفاجئ بمشاكل، ان انا اسلم حاجه في الميعاد بتاعتها، ان انا اسلم الحاجه بالتكلفه اللي انا قايل عليها. فدي الفوائد بتاعت البيم. عشان كده في دول كتيره خلته اجباري، زي دبي طبعا، زي بريطانيا، امريكا في المشاريع الحكوميه وهكذا. فممكن يبقى لا اي مشروع في الدوله يبقى براحتكم، عايز تستفاد ما تستفادش، لكن المشاريع الحكوميه لو عايز تشتغل مع الحكومه لازم تسلمه لنا بيم. دي هتبقى خطوه كويسه جدا الناس تبدا تستفاد من مزايا البيم، ونبدا ان احنا نقلل الهدر اللي بيحصل. شاكر شاكر، شكرا. الله يخليك. باشمهندس عمر شكرا جزيلا. شكرا حضرتك. الله يخليك. معك المهندسة علا الحلبي. بدي أطلع شوي من يعني موضوع البناء أو الأركتكتشر والإم إي بي والستركتشر، بدي أدخل شوي بموضوع الصراحة لفت انتباهي بالبرزنتيشن اللي هو عن تخطيط المدن. هلأ هاي واحدة من أهم النقاط اللي شوي عم نعانيها سواء بالأردن أو حتى يعني بالدول العربية كاملة، إنه منلاقي إنه تخطيط المدن ما عم بياخدوا بعين الاعتبار مثلا حركة الشمس. مرات منشوف إنه في طريق قاعد عم تمشي فيه الشمس بعيونك مش قادر تشوف منيح. من ناحية تانية وإلها علاقة بالمباني، اللي هي مثلا المباني بتكون كلياتها عبارة عن زجاج، والرفلكشن تبعها هو اللي قاعد عم بيجي نتيجة حركة الشمس، وإنها كلها أزاز بتلاقيها كلياتها قاعدة عم تيجي على الإنسان وهو قاعد عم بيسوق. هلأ هاي من ناحية قاعدة عم تعمل كتير حوادث عنا خلينا نحكي بالأردن خاصة والشرق الأوسط عامة. فهلأ البيم بالضبط بالنسبة لتخطيط المدن والشوارع، كيف ممكن إنه المهندسين المدني ومهندسين تخطيط الشوارع والجسور يستفيدوا منه؟ من وين ممكن إنهم يبدأوا بعملية التصميم ودراسة العوامل الجوية كلها، لحتى يعني مياه الأمطار كمان يقدروا إنهم يدرسوا مضبوط كيف المي وين عم تنزل بمنطقة أكثر من منطقة تانية، كيف ممكن أنه تكون التصريف لإلها مدروس ومشبوك بشبكة الصرف، حتى نقدر أنه مثلا حتى المياه اللي بتنزل من الأمطار بدل ما تروح هدر ممكن أنه يستفيدوا منها، يقدروا أنهم هن مثلا يرووا النباتات اللي موجودة بالشوارع. فمن وين المهندسين المدني وتخطيط الشوارع وتخطيط المدن ممكن انهم يبلشوا؟ ايش نقطة البداية للبيم عندكم؟ طيب بس عمر رحيم، هو الإجابة تبقى طويلة فأتمنى الناس ما تزهقش مني. طيب ده كان موضوع رسالة الدكتوراه بتاعتي، لكن انا ما كملتهاش يعني لظروف كده الموضوع ما كملش. وفي نفس الوقت انا اشتغلت في مدينه لوسيل، يعني اشتغلت في كذا مشروع في مدينه لوسيل منهم بوليفارد لوسيل. البوليفارد ده كان شارع مكون من 18 مبنى، ولازم نرتبط بكل الحاجات اللي حوالينا والطرق اللي حوالينا والشبكه اللي حوالينا.
وكله اتعمل بيم. يعني البيم كان مهول، يعني لما كنا في الميتنج انا جزء صغير من المنظومه، ما انا ما كنتش البيم مانجر للوسيل، لا انا في المشروع بس اللي انا بوليفارد دوت. فدي حاجه اسمها السي اي ام، سي اي ام اللي هي سيتي انفورميشن موديلنج، ان انا بعمل نموذج كامل للمدينه وده بيخليها مدينه ذكيه. والفكره بقى مش في ان انا عملت بيم فبقت مدينه ذكيه، يعني لو انا عملت بيم والتصميمات غلط، لا انا بستغل البيم ده ان انا ابدا اشوف المشاكل وفي الاجتماع ابدا احل المشاكل ديت. لا ده في مشكله هنا، لا ده احنا محتاجين نحسن الاداء، لا ده هنعمل تجربه ان في مثلا سيل ميه جاي، الميه هتمشي ازاي، فبنعمل سيموليشن. السيموليشن ده يعني كان بيبقى مكلف جدا زمان، يعني كان في كنت بتفرج على فيلم وثائقي لبرج كان معمول في الخليج، فعشان يتاكدوا ان هو البرج دوت اللي هو برج العرب في الامارات بدون ذكر اسامي، فهو كان قريب من شط، فممكن الميه تكسر الازاز الموجود، فبداوا يعملوا سيموليشن. عشان يعملوا سيموليشن دوت تقريبا صرفوا مليون ريال عليه، تمام، يعني ان هو يعمل يجيب مواد حقيقيه ويعمل كتله صغيره ويشوف الامواج، واكتشفوا ان هو فعلا ممكن يكسر الازاز، فاضطروا ان هم يعملوا يعني كاسر للامواج عباره عن صخور. فالموضوع دوت اتكلف كتير قوي لان ما كانش فيه تقنيه ان انا اعمل سيموليشن على الكمبيوتر، فلما اتعملت بقت تكلفتها ابسط بكتير، يعني بدل ما هو بيتكلف مثلا مليون درهم، لا ده ممكن يتعمل يعني ب 1000 درهم نعمل سيموليشن على الكمبيوتر ونبدا نشوف الموضوع هيتعمل ازاي وهكذا. ففكر بقى ان احنا نعمل مدينه ذكيه محتاج ان كل الافراد تكون موجوده. بيحصل ان ساعات لو احنا شغالين على الاوتوكاد عادي ان احنا مش متخيلين شكل الحاجه، فنبدا ان احنا تحصل مشاكل كتيره. لذلك في برنامج اسمه، في برامج كتيره، في حاجات مثلا زي الانفرا ووركس، انفرا ووركس تقدر تشوفي شكل المدينه ونقدر نعتبره زي حاويه نجمع فيها المواد بتاعه المدينه. يعني لو احنا عاملين سيف 3 دي احطه جوه الانفرا ووركس، لو احنا عاملين حاجه ريفيت احطه برده جوه الانفرا ووركس، بيبقى البرنامج خفيف ونقدر نعمل شكل المبنى ونبدا نشوف. انا شفت مشاريع كتيره بعناية الكوبري بعد ما طلع نصه مش قادر ينزل، اكتشف بعد ما طلع بنص الكوبري ان هو مش عامل حسابه هيكمل ازاي. انا شفت حاجات بنفسي كتيره جدا، او كوبري طلع ومفروض ان هو يعدي فوق مترو فلقى ان في مشكله فطلع ونزل قبل المترو، تمام، دي حاجه شفتها. فبتحصل ان البيم ببدا ان انا اواجه المشاكل على الكمبيوتر قبل ما ابدا انفذ. المدينه كلها كنا بنحصل في الاجتماعات بتحصل مشاكل ونحصل واحنا شغالين نكتشف مشكله، فالمشكله بنقعد فيها يوم كامل نحلها، لكن ده احسن بكتير من بدل ما نبني ونكتشف ان في مشكله. يعني كان في في مشاكل كتيره تكلفتها ايه يوم واحد قعدنا فيه احسن بكتير ما كان المكان خلص وفوجئنا مثلا مع اول مطره انها غرقت المكان كله. لا احنا بنعمل الاناليسز، الشمس مثلا ممكن نعمل مبنى ونفاجئ ان في جزء كبير الشمس ما بتدخلش فيه، او المباني مغطيه على بعض، او الهواء اللي جه بيبدا ان هو يدمر. فبعد ما نبني نكتشف ان احنا محتاجين نعمل حاجه. يعني قبل كده في مثلا كنت شغال في مول، وكان في المول ده كان معمول بيم وكان في برج ما كانش معمول بيم، واكتشفوا ان بعد ما اتبنى ان هم عشان يحط الشغل بتاع الكهروميكانيكال وبعد كده يحط السيلينج هيبقى على ارتفاع تقريبا 190، فكده الناس هتبقى متضايقه محدش يخش الفندق، فكانوا بيفكروا ان هم يهدوا الثلاث ادوار اللي فوق ويبنوهم تاني، فتخيل التكلفه. بينما في البيم كنا بنكتشف المشاكل، يعني البيم بيخلينا نكتشف المشاكل وابدا ان انا احلها. في المدن برضه وابدا ان انا اعمل سيموليشن واكتشف هل الشمس دي هتضرب ولا لا، الازاز نفسه هيبقى مضر ولا لا، فممكن ما اديش ترخيص لحاجه. في مثلا بالمناسبه تركيا بتحاول تحافظ على الهويه بتاعتها، ففي برجين طلعوا الناس بدات جنب مسجد من المساجد المشهوره، فقال لك لا هد البرجين دول خلي اقصى ارتفاع ليهم مش فاكر ست ادوار او سبع ادوار عشان نحافظ على الهويه البصريه. فلو هم قبل ما يبنوا عملوا البرجين دول وشافوا هل هيأثر ولا لا، من خلال مثلا احنا كنا مساهمين بحاجه اسمها اوبن ستريت ماب، دي مجانيه خالص اوبن سورس، تقدر تعملي خريطه للمكان كله ببلاش. اوبن ستريت ماب مكونه يعني الناس بتعمل خرائط بالارتفاعات بكل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجيها، وده مجاني مش بعمل دعايه لاي برامج ولا حاجه خالص، ده مجاني تقدر تشوف حاجات 3 دي وهكذا. اوكي تمام. ف
فانا معاك حضرتك ان يعني فعلا تصميم المدينه لازم ما يبقاش كل واحد بيعمل مبنى لوحده، لا المدينه كلها تتعمل موديل 3 دي بالشبكه بتاعتها باي برنامج من البرامج، ونشوف ونعمل سيموليشن ونتاكد ان الحاجه دي هتضيف للمكان ولا هتبقى فيها مشاكل. تمام، يسلم يسلم ايديك، شكرا شكرا باشمهندس. هون هيك مهندس هاني معانا صح؟ تمام، شاكرين مهندس عمر على المحاضرة القيمة يعني وسعة صدرك في الإجابة على أسئلة المهندسين، وإن شاء الله يعني يكون في تعاون مستقبلا بيننا يعني، وإن شاء الله يعني نشوف منك محاضرات أكثر وأكثر كمان. شكرا شكرا كثير مرة ثانية مهندس عمر، شكرا لكل الحضور، وإن شاء الله أي شيء بنقدر نزوده من خلال الإيميلات اللي هم حطوها في التسجيل بنقدر نبعث أي إضافات حابين بخصوص المحاضرة زي ما حكيت ممكن أن نوصلهم إياها من خلال الإيميلات اللي يسجلوا فيها. وشكرا كثير كثير عن جد. شكرا شكرا مهندس عمر. شكرا لحضرتك الله يعطيك. شكرا مهندس روان. عليكم السلام.